ميسي 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 يمرر يحضر فابريجاس والهدف الاول، والهدف الاول لنيمار يقتنص الهتاقه الاولى في المباراه مشاهدينا متابعينا لصالح برشلونه. وميسي على التنفيذ، ميسي وتشاتشي حارس المرمى، وميسي اضاعها طبعا ما فيش كلام بسهوله الهدف الثاني لفريق برشلونه. ميسي على طول، دانيال الفيش انطلاقه اماميه التحضير من اليمين يلعب على طول لميسي خطيره، ميسي 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 ينطلق وبيدرو ثالث الاهداف يا بيدرو، ثالث الاهداف يا بيدرو، ثلاثه لا شيء عنده بقى كثير فريق برشلونه. ادي نيمار امامنا، تمريره اتعملت في العمق على طول، تاني سيرجيو روبرتو وميسي والهدف الرابع، والهدف الرابع هدف كامل لكن مقطوع، تاني تصل الى ميسي وميسي ميسي بينطلق يلعب الكره العرضيه خطيره والخامس، والهدف الخامس يا سلام يا ميسي. بيدرو بيدرو يحرز هدفه الثاني في هذه المباراه مشاهدينا متابعينا، وفيكتور فالديز يترقب، ودنجادا سيدخل التاريخ، دنجادا سيبقى في سجلات جماهير كرة القدم التايلاندية إذا أحرز هذه البطاقة. ودنجادا والهدف الوحيد والهدف الأول طبعا مسكرة، والهدف السادس، والهدف السادس لفريق برشلونة. بيدرو بيدرو يخرج المباراة صعبة قوي يعني جيرارد مارتينيو، وادي بيدرو يحرز الهدف السادس مشاهدينا متابعينا في هذه المباراة. بيدرو والهدف السادس، ادي التمريرة اتعملت أمامية من ناحية اليمين من ماسكيرانو، استلم طبعا تحت يعني وسط غفلة من الحارس اللي خارج بدون داعي أبدا والمدافعين، وعلى طول بيدرو يحرز الهدف الثالث له في المباراة والهدف السادس لبرشلونة. هدف عن طريق بيدرو استلمها حلو قوي، مشوار كان مع فريق اسمه سيدي سان ستور، لا كان نادي مرمى، انطلاقة أمامية ومحاولة، ودي ثاني هدف سابع ولا إيه؟ والسابع 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 على طول أليكسيس سانشيز.